صوفيا تيت ماترز، ومن بعد رجوعها للمغرب هذا الأسبوع شاركت مع المتابعين القرار اللي فاجئهم، واللي هو أنها باعت صالونات التجميل اللي كتجمعها مع الزوج ديالها في الإمارات. سبب هذا القرار والمزيد من التفاصيل في الفيديو، انتابعوا. السلام عليكم كبيدات كبيرين، شخباركم؟ صافا كلشي مزيان؟ شو أنا يلا خش من الحمام، درت واحد التحميمة معتبرة، لا الحمام بحد ذاته لا البيرسونيل، الله يعطيهم الصحة ونبلغ لهم تحية من هاد المنبر. كيتهلاو فيا صراحة. نمشي كنت باغا نمشي ندير جيتسكي صراحة انا وعمر، ايوا وانا نقلب شوفوا كيفاش الرأي كيتبدل من البحر والجيتسكي الحمام والمساج. حنا العيالات قلت لكم حنا العيالات غير اللي ما يديرش فينا عقلو صافي، رأينا كيتقلب 360 درجة. ما عرفتش حتى نتوما بحالي، انا تخيلوا معايا راه عندي واحد البيرسوناليتي كونتراديكتوار لواحد الدرجة ميمكنش، كنبغي الحاجة باردة مثلا دابا، اهلا صباح الخير، كنبغي الحاجة باردة دابا دقيقة كنبغيها سخونة مثلا، فريمون بيرسوناليتي بارادوكسال. بغيت غير نقول لبنات زبوناتي في ابو ظبي اللي كانوا كيجيو عندي البلينك، طبعا متابعاتي، بغيت نخبركم انه الصالون بلينك مبقاش ديالنا، بعناه انا وعمر الحمد لله اخيرا، لانه ستريس ديالو كثير بزاف، فريمون كتعيش في ستريس، كل مره مشاكل، كل مره كتفيقي كتلقاي وحده من الستاف، كتلقاي وحده من الستاف هربانه. لانه شنو سميتو ما عندكش شي طريقه باش تديهم، فهمتوا؟ ففريمون حنا في هذا العام الاخر يعني من نهار دخلت انا البروجي، لانه كما كتعرفوا البروجي كان ديال عمر، كان عنده جوج ديال الفروع، كان عنده فرع في دبي وفرع في ابو ظبي، وفاش دخلت انا شريكه مور ما تزوجنا دخلت في الفرع ديال ابو ظبي، يلا كنجيبوا الستاف، طبعا الستاف كامل من فيتنام، كانوا خدامين معنا فيتناميات، يعني اوبليجي عليك تبقاي محافظه على نفس الناسيوناليتي، لان الناس مولفين مثلا الخدمه ديال الفيتناميات وهذا ما يمكنش تبدليهم ليهم تجيب لهم هنديات ولا تجيب لهم فيليبينيات. كنا كنعانيو صراحه، كل مره كنفيقوا كنلقى وحده هربات من الستاف، سير عاوتاني قلب ثاني على الستاف من فيتنام، صاوب ليهم الفيزا، صاوب ليهم الاقامه، قطع ليهم البي جيبهم يلا كيخدموا واخا تجيبيهم تعطيهم عينيك، نهار يلقاو مثلا واحد اخر يعطيهم غير 100 درهم زايده على الصالير ديالهم صافي ما كيعاودوش يفكروا، فهمتوا؟ كانوا ضي يزحوا حوايجهم يمشيو، واخا تكوني كتعامل معاهم زوين، انا راه فريمون ماشي كنت كتعامل زوين، راه كنت هذا غير باش زعما يتهلاو لي في الكليان وميهشمونيش مع الناس، ولكن رغم ذلك والو اشاك فوا كنت كتمشي شي وحده، هو فريمون لقيت راسي في واحد ستريس اللي هو كبير بزاف، وسورتو راكم عارفين لا بيرسوناليتي ديالي ماشي ديال البيرو، ماشي ديال صوفيا الدواحه، نتوما كنبغي ندير كلشي من التليفون. فلهذا الحمد لله جات واحد السيده او بالاحرى واحد السيد سوري بان لي الصالون، المهم هادشي كنقول لكم غير بالنسبه للبنات اللي كانوا كيجيو عندي للصالون وهذا، يعني انا مشيت وقع لي كلشي مشكل وصافي، المهم حنا الصالون مابقاش ديالنا، ان شاء الله خيرها في غيرها كيف كيقولوا، وبصراحه بالنسبه لي انا من بين افشل المشاريع او لا افشل حاجه اللي تقدر تفشل المشروع، هي مثلا تكون داخله على مشروع اللي ماشي هو الدومين ديالك، او الحاجه اللي انت ما كترتاحش فيها، شي حاجه اللي ما كتعجبكش، بحالي انا مثلا بيرسوناليتي ديالي ماشي هي ديال الخدامه وديال نمشي نقابل المشروع، فهمتوا؟ حيت هاد لو جون ديال لي بروجي كيبغيك تكون انت مقابل. ما قلت لكم داكشي اش قررنا نبيعوه وانفيستيو فلوس ان شاء الله في شي حاجه اللي نكونوا كنرتاحوا فيها بجوج، لانه لا انا لا عمر سبحان الله بيرسوناليتي ديالنا بحال فهمتوا، يعني ما كنبغوش التقييد، ما كنبغوش شي حاجه تقيدنا، فهمتوا؟ يعني
كنبغي مثلا نكون انا في نكون في الجابون وفي نفس الوقت راه مسيره مشروعي بحال هادشي ديال التجاره الالكترونيه اللي هو اصلا الدومين ديالي. وكيبغي الانسان اللي يكون اجور, اللي يكون يعني تكون انت مقابل, الا ما غتقابلش ما كاينلاش دير, سواء هادشي الاستيتيك سواء هادشي الماكله حتى هو يعني ريستوران قهوه اي حاجه فيها الماكله الاستيتيك مربحين فعلا, ولكن خاص مقابله. اي فوالا هادشي اللي كاين صراحه. دابا عاد وليت كنحس براسي مرتاحه الحمد لله هذا الاسبوع فاش تبع الصالون, لانه كنا هزين صراحه, كنا هزين ستريس ديالو بزاف, كنا كنمرضنا والله. اي حاجه هذه نصيحه مني لكم, اي حاجه ولو يكون فيها فلوس, شوفوا حنا الحمد لله المشروع كان كيدخل يعني راه اقل شيء كان كيدخل واحد 60000 درهم اماراتيه اللي هي تقريبا واحد 12 مليون سوا ديزون, نقولوا حنا غير واحد 16 مليون اوكي كان كيدخلها في الشهر, ولكن راحت البال ما كايناش. باسكم الاخوان انا جيت للمغرب وماما غادي تهرب عليا, لا كتجمع حويجه في الغدا ماما في الغدا هربانه. ان شاء الله هذه العظمى, ان شاء الله هذه المحكمه الكبيره, المحكمه اللي ما فيها لا هوك ولا هوك. ان شاء الله اي والله يجيك على خير وندعي معاك والله يجعل ربي تبارك وتعالى يستجب الدعاء يا رب يا ربي. غنمشي نصلي وندعي ان شاء الله وربي غيستجب والله ينصرك بنتي الحمد لله. وان شاء الله راه ربي نصرك الحمد لله, ربي راه كيبان ربي راه نصرك حبيبتي. شوف هاني رفعت الدعاء من هنا, ودوك الناس اللي خلصت عليهم حتى هما وغاديين معايا ان شاء الله, حتى هما راه كيدعوا معاك والله بنتي من نهار فرحتيهم الا هما هازين كفوفهم والله من نهار فرحتيهم ودرتيها لهم مفاجاه, وانا غاديه معاهم ان شاء الله الحمد لله باش حتى حاجه ما تخصهم ان شاء الله. ان شاء الله ماما راه غدا ديال عمره وغدا مرافقه غدا قالت لي شوف الناس غيمشيو غيمشيو باش يمشي يخليهم يمشيو بوحدهم ما يمشيو معاهم. الله يجعل ربي ينصرك الله يجعل ربي تبارك وتعالى يقبل عليك ديك الصدقه اللي درتي جاريه. وانت وحشك ماما علاش خليتي انت جيت غادي؟ حبيبتي راه شتي راه بنيته ماشي عاد دابا ماشي عاد دابا صح ماشي عاد دابا, حنا راه شي تقريبا شهر ونص وحنا كنوجدوا لهذا الخير وان شاء الله بنتي الله يجعل ربي يفتك بالرضا يا ربي امين. والدعاء ديال هاد الناس اللي كيدعوا معاك من هنا قبل ما يمشيو حسك الا مشاو لتما ان شاء الله. والدعاء ديال حنا ديما انا براحه البال الدعاء ديال حبيبتي غترفع قدام امام العرش العظيم قدام الكعبه ان شاء الله مرفوعه الدعاء ديال ان شاء الله. وشوف راه ربي يبين لك البرهان, اقسم بالله العلي العظيم انت تشوفي البرهان ان شاء الله. وراه كنشوفو هني تاشبقى ياك تتشوفي البرهان تتشوفي المعجزات يلاه اش بقى اكثر من هاد الشيء الحمد لله راه ربي نصرنا ربي الحمد لله نصرنا دائما ربي غادي ياخذ لك حقك في كل شيء الحمد لله. انا راه غاديه ان شاء الله نثقنا في الله كبير وندير قيام الليل تما وندير الدعاء والناس اللي معايا حتى هما هكاك وغادي عقبال الناس اللي كتبغينا وتبغينا نفا توحشوك كيف اللي خاطر توحشنا الصوت توحشنا دعيواتها توحشنا الطريات الله يجعل ربي يحفظهم ليا ويخليهم ليا وان شاء الله راه غندير لكم كاملين الدعاء ان شاء الله في ذاك المقام يا ربي ان شاء الله. والله يحرمكم واللي الدعاء من هنا اللي كيتمنى شي حاجه الله يجعل ربي يقضيها عليه الله يجعل ربي يفرحوا في الناس اللي كيبغيونا وكتحبنا. عمر كيلعب مع صوفي الناس اللي كتبغينا وكتحبنا الله يجعل ربي يقضيهم غرضهم الله يجعل ربي يفرحهم الله يجعل ربي تبارك وتعالى يشوف يشافي المرضى ديالهم الله يجعل ربي تبارك وتعالى يعطيهم فاش يغنيو يا ربي. اللي كيتمنى شي حاجه ان شاء الله الله يكملوا ليه يكملها ليه يا ربي الله يكملها ليه يلا قولوا الاخوان امين يبا دعيو معايا الله يوصلني بخير وعلى خير ان شاء الله والله ينصرنا. هادشي اللي كنقول الله ينصر بنتي والله يحفظها ودعيو ليا مع فاطمه الزهراء راه مرضيه ومهديه ما نحتاج ما نقول لكم. تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد.